اهلا بك يا كابتن عبد الله، منورنا في موقع في الجول وسعداء بوجود حضرتك معانا النهارده. بارك الله فيك، انا مبسوط اكون معاكم. يعني حضرتك دلوقتي ده الموسم الثالث ليك في الدوري المصري، فكنا عايزين نعرف القصه، بدايتك يعني بدايه لعبك في كره القدم كانت من ايه؟ عشان احنا عارفين ان انت طبعا كنت في الدوري الفرنسي بالتحديد مع باريس سان جيرمان، فعايزين نعرف بقى مين الكابتن عبد الله ياسين. كابتن عبد الله ياسين لاعب كره عادي يعني. كنت في باريس وجات لي الفرصه اجي المقاولين مع كابتن عماد النحاس، فانا قلت اجرب كده، وانا بحب مصر اساسا، يعني انا باجي مصر كل سنه في اجازه سمالوط سعيد، فكنت عايز اعيش في مصر واشوف الدنيا ماشيه ازاي هنا، وجربت هنا مع المقاولين ودلوقتي مبسوط من الاخطاء دي يعني. تمام. انت خلال مسيرتك في الدوري الفرنسي مع بالتحديد مع باريس سان جيرمان، انت وصلت للسن كام في المرحله؟ انا بدات كنت عندي 12 سنه، دخلت باريس على طول اكاديميه ولا اكاديميه ده اكاديميه مقدمت العقد البروفيشنال، يعني كنت عندي 16 سنه. اوكي. فمن 16 سنه انا الحمد لله يعني بروفيشنال، وكملت حتى 19 سنه في فريق في باريس نفسها بقى، خلاص مش في الاكاديميه، في الفرقه. في الفرق. تمام. وبعد كده جربت اروح ايطاليا في سيري ا. طب انت يعني لعبت مثلا صعدت للفريق الاول او حاجه؟ انا يعني من سنتين قعدت معاهم بتمرن بس. فريق الاول. فريق اول. تمام. كنت عايز اخد فرصه اكبر يعني بعد الماتش ودي، انا عملت الماتش كله ودي طبعا معاهم وكده، كنت عايز اخد فرصه اكبر واشوف حاجه تاني. كان مين نجوم الفرقه ساعتها في الفريق الاول؟ كان انشيلوتي. انشيلوتي. اوكي. فخلصت المسلم كنت عندي 16 سنه وما حبيتش اكمل هناك. فمشيت ورحت في السيريا في بولونيا، وقعدت هناك سنتين، ورجعت فرنسا بعد كده في دوريان. طب في ايطاليا بقى برضه صعدت فريق اول ولا برضه كان؟ لا يعني على طول مع الفرقه الاول يعني. مع الفريق الاول. بس بولونيا يعني حصل لي شويه اصابات وشويه يعني ما لعبتش كتير مع هناك مع المدرب، وكنت لسه صغير برضه، والوقت ده كان الشباب لسه مش بياخد فرصه زي دلوقتي. كده الناس الاساسيين دلوقتي. تمام. فروحت هناك ولعبت في درجه ثانيه هناك. وبعد سنتين انا اشبحت من ايطاليا يعني، فرجعت فرنسا في لوريون. تمام. فرقه كويسه في درجه اولى برضه، وقعدت هناك سنتين بس عملت عمليه في الركبه وكده، فحصل حاجات كده عطلني شويه، وبعد كده رجعت باريس سان جيرمان. كنت بتمرن عادي مع الفرقه الاول وكده، بس بلعب مع الفرقه الثانيه. يعني بتتدرب مع الفريق الاول بس بتلعب اساسا مع الفريق الثاني. انا رحت عشان ارجع على المستوى بتاعتي، وقعدت سنتين مع الفرقه الثانيه هناك عشان اراجع نفسي واقعد في البيت شويه في باريس، كان ساعتها يعني عايز اتجوز وكده، فقعدت هناك في باريس السنتين دول وجوزت فعلا وخدت شويه ستابيليتي يعني هناك. تمام. وبعد كده انا المقاولين. كنا عايزين نعرف، انت قبل ما تيجي المقاولين كنت انضميت للمنتخب مصر مع الكابتن ربيع ياسين. فكنا عايزين نعرف ايه اللي حصل او تواصلت ازاي مع المسؤولين هنا في مصر. كان في يعني كان في حتى دلوقتي في واحد اسمه وسيم جورناليست كده هنا في مصر، كان بيتابع من زمان، هو كنت في باريس من يعني كنت عندي 16 سنه، فهو عرفني على الكابتن ربيع ياسين وخليتني اخد الفرصه عشان اجي هنا مصر، وجيت هنا مره عشان اعرف على الكابتن ربيع ياسين وشايفني، وكنت لسه بعمل ورق عشان بطاقه ومصري، ويعني كنت لسه مش مصري يعني، كنت لسه فرنساوي بس، فعملت كل حاجه هنا ورجعت فرنسا، وكان في صحيتي كاس افريقيا مع الاولمبي، بس جات لي اصابه في باريس وما كملتش يعني. طبعا انت من اب مصري وامي جزائريه ووالدتك جزائريه. ايوه. جيت بقى المقاولين، عايزين نعرف المفاوضات مع المقاولين بدات ازاي. هو نفس الجورناليست وسيم عرفني على وكيل وبعدين كابتن عماد، ويعني واحده واحده. اساسا انا جيت هنا عشان اشوف بس النادي والدنيا ماشيه ازاي وكده، ولقيت نفسي يعني سبحان الله يعني جيت ومدنت على طول مع الكابتن عماد، وقعت على عقود على طول يعني، مش عارف، دخلت المكتب ولقيت ورق ومدنت والحمد لله يعني. طب وكل حاجه، واتفقت على العقود وعلى الفلوس وكل حاجه. كل حاجه. وانا بحب يعني معامل بحب بالحب يعني، لقيت الفيلينج يعني كويس مع الكابتن، ف بالنسبه لي كان سهل يعني. خلال بقى يعني انضممت للمقاولين العرب، فطبعا كانت اللغه الفرنسيه. تعاملت ازاي بقى مع النادي؟ تعاملك ازاي هنا في مصر؟ في الاول كان صعب
عشان انا زي ما قلت لك كنت باجي هنا في مصر كل سنه، بس اجازه اسبوع اسبوعين كده شهر. يعني انا كنت بعمل باريس على سمالوت على طول. تمام. فاللغه صعيدي شويه جنب المنطقه فرنسا على سمالوت، فتعلمت العربي بالصعيدي اكتر يعني. ففي نفس الوقت امي جزائري، فكنت بروح الجزائر برضه، ويعني كل الكلام في راسي على الجزائر. انا جيت هنا في المولين ما فيش حد بيفهمني يعني. طب وتعاملت ازاي؟ يعني بعد كذا شهر كذا يعني حتى دلوقتي بتعلم يعني. تمام. كان مين اقرب لعيب ليك او حسيت اللي هو يعني بيقرب ليك كده ويفهمك الدنيا شويه في المولين؟ كل اللعيبه في المولين محترمين ومعامل معايا كويس قوي. تمام. بس انا طبعا عندي زي احمد شيمي وفاروق وسيف، كان سيف جزيري زي موجود معانا، ويعني كذا لعيبه كنت قريب منهم، فيوسف الجهري، محمد عصام، فكل اللعيبه خلتني الدنيا اسهل يعني، وساعدني كمان في العيشه في مصر. تمام. خلال طبعا لعبك في باريس وفي ايطاليا وبعد كده الدوري المصري، ايه الاختلاف بين الثلاث دوريات من حيث الملاعب ومن حيث الاجواء؟ انا بالنسبه لي اول حاجه كره ما فيش لغه واحده يعني، حتى مش بتكلم ولا مصري ولا حاجه، انت في الملعب لغه واحده. الدوري المصري صعب صراحه يعني، اصعب من ايطاليا واصعب من فرنسا. تمام. بالنسبه لي، وانت شايف يعني في كذا لعيبه بيجي من بره مصر وبيجي بيلعب في مصر، والدنيا صعبه في الاول كده زي انا يعني. انا اول سنه علمت يعني الدنيا ضرب على طول وجري على طول، ويعني طب انت بتشوف الانتنسيتي يعني هنا عالي قوي، الانتنسيتي يعني عالي قوي، مجهود مش طبيعي، فكله ده مش موجود كتير في اوروبا يعني. تمام. لكن الدنيا اهدى هناك في الملعب وتحضر، وهنا صعبه شويه. طب ايه ابرز الحاجات اللي كانت بالنسبه لك يعني مش كويسه بالنسبه لك هنا في الدوري المصري؟ احنا اللعيبه هنا في مصر يعني ركز قوي مع الحكام مثلا، او عايزين فاولات وضرب يعني، طبيعي كله عايزين فاولات وكله بيزعل في الملعب، بس انا تلاقي اهم حاجه، مش اهم حاجه بس، الحكام عنده دور كبير في الماتشات. طب انت شايف النقطه السلبيه دي من اللعيب ولا من الحكم؟ الاثنين، بس ممكن اللعيبه اكتر، عشان اللعيبه بيحطوا ضغط على الحكم برضه كبيره، والحكام على طول يعني كله بيكلم معاه في الملعب بس دلوقتي مع الفار ممكن الدنيا اهدى شويه، بس اول ما كانش في ولا فار على الاوفسايد ولا الحاجات يعني، كان حكام ملك ال. طب انت شايف ان الحكام مثلا اللعيبه بتتكلم ان الحكم بيبقى مع الاهلي او الزمالك ضد الانديه الثانيه؟ يعني انت حسيت بكده ما لعبت اهلي وزمالك؟ صراحه انا قعدت سنه ما ركزتش فيه قوي، بس ممكن عشان برضه الاهلي والزمالك بيهاجم كتير، فعندهم فرص كتير على الجول، في مواقف كتير، فممكن وكلهم عايز يكسب الاهلي والزمالك، فدي بياخد سبيس كتير يعني. تمام. قبل مباراه الاهلي والزمالك بالتحديد، السوشيال ميديا بتتكلم ان او جماهير الزمالك بيتكلموا ان الكابتن عماد النحاس ممكن يكون مش بيفوت الماتش، بيتساهل شويه مع الاهلي عكس الزمالك. انتوا كلاعيبه طبعا اكيد على السوشيال ميديا دايما وبتقروا كل حاجه، فده فعلا يعني حسيتوا في فرق او في حاجه في ماتش الاهلي والزمالك، ولا كان الموضوع ايه بالظبط؟ لا مستحيل، لا انا يعني بالعكس، الكابتن بيزعل، ممكن بيزعل اكتر ما نخسر من الاهلي، عشان عايز برضه يحس عامل حاجه، فمستحيل. وبصراحه مش حتى لو كان كده اللعيبه اكيد مش هي يعمل كده في الملعب. تمام. بس ما فيش كلام ده، او بيحس ان هو يكسب عشان ده فريقه، فاللي هو انا مدير فريقه. لا ممكن يعني بالعكس يعني، حتى دي مش صح، ممكن العكس كمان، عايز يكسب الاهلي او الزمالك اكتر من الفرقه الثانيه. بالنسبه في وجودك وانت في المولين، كان موجود سيف الدين الجزيري وطاهر محمد طاهر. قبل طاهر محمد طاهر ما ينتقل للاهلي، وسيف الدين الجزيري للزمالك. هل شايف ان رحيل الثنائي قوه المولين الهجوميه قلت؟ اكيد قلت. اتنين لعيب يعني صراحه كويسين جدا، وفرديه كويس وبيهاجم كويس يعني، اكيد يعني. تمام. طيب خروج طاهر محمد طاهر للاهلي، وبعد كده كان بيلعب اساسي وبعدين بداش
يبقى اساسي الفتره الاخيره. أيوة. شايف ده ازاي؟ او شايف اللي هو مثلا يشوف فرصه ثانيه، ولا شايف اللي هو يرجع المقاولين، ولا شايف ايه؟ لو يرجع المقاولين انا مبسوط صراحه. تعالى طاهر. لا بس انا شايف ممكن نادي كبير عايز برضه شويه صبر، وهتلاقي لعيب كويسين يعني في مركزه، وتلاقي عايز لعيب كتير وكويسين كمان، فالدنيا صعب في النادي كبير كده يعني. كل العالم تلاقي يعني اكبر النادي كبير، يعني لو النادي كبير ايوه بقى لعيب كبير ده كبير فرق. طب نصيحتك لطاهر ايه؟ يعني شايفها ازاي؟ ولا ايه لو تقول له نصيحه ليه هو في النادي الاهلي دلوقتي؟ لو انا نصيحتي يعني عايز شويه صبر وشغل، يعني اشتغل اشتغل ويجي لك فرصه تمسكها، وان شاء الله على طول كده هترجع، يعني لسه صغير هو برضه. طيب سيف الدين الجزيري بقى وتألقه مع الزمالك في فتره من فترات، يعني هو مؤثر بس في فتره فترات ما كانش بيسجل اهداف، وكمان بحكم اللي هو علاقتك الشخصيه انتوا الاثنين قريبين من بعض جدا. ايوه ايوه. شايفه ازاي مع الزمالك؟ انا بصراحه انا بالنسبه لي سيف من احسن مهاجم في افريقيا كمان. سيف بيشتغل كتير للفرقه، يعني حتى لو ما يجيبش جول هتلاقيه خد ضربه جزاء، هتلاقيه عامل اسيست، هتلاقيه يشتغل كتير مع المدافعين، يعني بيعمل شغل كامل. وفعلا هو مش سيلفيش، مش بيفتكر على نفسه بس، هدف وجول واثنين وثلاثه، بيفتكر بس ايه اللي احسن حاجه للفرقه يعني. فممكن يجي وقت ما بيجيبش، بس بيعمل حاجات كويسه برضه. بس اكيد نادي كبير زي الزمالك يعني عايزين مهاجم بيجيب على طول وكده، بس ان شاء الله هيكمل في الموضوع ده. خلال الفترة الأخيرة كان كابتن إبراهيم صلاح لاعب المقاولين العرب كان اتكلم إن عبد الله ياسين من أفضل صناع الألعاب في مصر، وأتمنى إن هو يبقى موجود في الزمالك. هل أنت تتمنى تلعب في نادي الزمالك؟ أول حاجة إبراهيم صلاح ده يعني لاعب كبير وأخويا الكبير وبحبه جدا، فممكن هو بيقول كده عشان بيحبني يعني مش عارف، بس طبعا بشكر في الكلام هو قال، وبالنسبه لي يعني لعيب كبير ومبسوط لعبت معاه يعني. وبعديه هو اللي قال يعني ممكن يعني لو الزمالك عايزني ممكن، يعني ما فيش مشكله يعني. عندكش مشكله؟ لا لا تمام. طب انت اصلا يعني قبل ما يعني ما تيجي معانا حاجه مشجع للزمالك او اهلي ولا؟ انا صراحه ما دخلش يعني بجد ما دخلش في الموضوع الدوري مصر. تمام. يعني ما كنتش بتفرج في فرنسا وحاجه، انا اتعلمت مع الوقت هنا، فما عنديش حب بتاع الجماهير زي الجماهير بتاع الاهلي والزمالك. وزي ما قلت لك انا بعمل بالحب يعني، لو الزمالك يعني حسيت يعني بقول لو اليوم عايزني يعني اهتمام ما فيش كلام، بس لو اليوم الزمالك عايزني او اهلي عايزني اكيد اول حاجه بشوف المعامل، فلو لاقي معامل حلوه مع يعني دلوقتي لو جالك الاهلي والزمالك هتختار مين؟ لو ربي كرمني وحاجات كده يحصل بالكلام مع النادي، مع نادي الزمالك مع نادي الاهلي مثلا، والاكبر مكان بحس نفسي مرتاح مثلا اروح، بس مش اهلي والزمالك بس يعني اي مكان يعني. تمام. لا يعني لو جالك الاهلي والزمالك هتختار الاني على يعني على اساس ايه؟ يعني مثلا هل انت حاطط حاجات معينه مثلا راحه نفسيه ليك؟ هل مش عارف فلوس؟ اول حاجه هتختار ايه بالظبط؟ اللعب اساسي او اللي انت تروح في مكان تلعب ما فيش فيه لعيبه، يعني هتختار على اساس ايه؟ بس اكيد لو تروح في النادي وانت جديد اكيد تروح ك اساسي او واحد يلعب يعني كده كده الاثنين او اي نادي هتلاقي الموضوع كده. بس هتختار على اساس ايه اول حاجه؟ انت هتكلم مع الدايركتور، هتكلم مع المدرب. يعني دي امام حاجه، فلو يحصل الموضوع زي كده هتفضل تتكلم مع المدير الفني نفسه بتاع الفيلا اللي رايحه. ايوه مدير ودايركتور، ويعني اشوف هم عايزين ايه مني وما شايف البروجكت يعني ايه، وانت عايزينك ليه، والفلوس يعني هي يعني اكيد ما فيش فرد كبيره يعني. اوكي. وبس الموضوع ده مع الاهلي والزمالك او مع اي نادي يعني. تمام. هل في فتره من الايام كان طلع كلام ان سيف الجزيري كان قبل الفتره الانتقالات الصيفيه الحاليه كان بيتكلم معاك اللي انت تروح الزمالك، هل الكلام ده صح؟ لا لا لا. هو صراحه سيف انا عارف سيف بيحبني كتير وممكن عايزني معاه في الزمالك عشان صاحبي، بس اكيد هو عايز الاحسن ليا يعني ما
مش بيشوف على نفسه. من وجهة نظرك شايف أفضل لاعب في تاريخ مصر مين؟ صراحة بالنسبة لي أبو تريكة. يعني أنا قلت لك مش بتفرج على الدوري مصر كتير، بس المنتخب كنت بتفرج على طول، فأنا شايف كأس الأفريقيا 1 و2 و 2006 و8 و10 يعني خليت المصريين مبسوط وخليتني مبسوط، عشان أنا طبعا عندي زميلي كتير في فرنسا، سنغال وجزائريين ومغربيين، فالدنيا كان شويه كومبيتيشن في الكاس افريقيا، ويعني واحد بيكسب الفرقه كل مره زي ابو تريكه كان يخليتني مبسوط جدا. وكلاعب يعني ما فيش كلام، انا شايف يعني لاعب جامد، وبكلم مع محمد سمير مثلا في المولين واتمرن معاه يعني نفس الكلام، بيقول لي مش طبيعي وتمرين ويعني كل الحاجات انا بفتكر، وقال لي نفس الكلام. طبعا. بس كان بحبي بركات برضه. في خلال 6 جولات الماضيه في الدوري عايزين نعرف منك افضل 11 لاعب وافضل مدير فني. تمام. طب من غير اللعيبه بتاع المولين ولا؟ ماشي تمام، بس اثنين المولين. غير المدرب بتاع المولين. ماشي. بالظبط تمام. فنبدا من شناوي وباك رايت اكرم توفيق والوينش وبدر بنون وشمال يعقوبو وفي النص سوليا وديانج و10 عبد الله سعيد، شمال رفعت واليمين بن شرقي، او ممكن يعكس بعض يعني. تمام. وفيرود سيف. سيف الدزير. طيب افضل مدير فني؟ من غير ما نلاحظ. طب ايهاب جلال انا شايف مدرب كويس وفرقته بيلعب كويس على طول يعني. بتتابع الكابتن ايهاب جلال دايما؟ انا من هنا من 3 سنين يعني. شفته مع المقاصة، مع مصري، مع المصري، مع اسماعيلي. اسماعيلي يعني خليتهم ما شاء الله راجع كويس السنه اللي فاتت، وبيراميدز السنه دي برضه يعني على طول فرقته بتلعب كوره يعني. طب خلال واحنا بنتكلم عن مسيرتك في البدايه جالك اكتر من اصابه. هل في وقت من الاوقات فكرت انت ممكن تعتزل كره القدم و ايوه تكملش كوره؟ ايوه كتير. مش كتير بس حصل كذا مره، وانا فعلا 6 شهور انا بطلت الكره، لو ابويا مش موجود وصحابي مش موجود في باريس كنت بطل يعني. كانت اول اصابه اللي هي اول اصابه بالبدايه؟ لا ده كان بعد الايطاليا، قعدت سنتين هناك واتصبت هناك فعلا ورجعت. كانت الاصابه عباره عن ايه؟ كان على طول ركبه وجات لي خلفيه كتير، اتصبت يعني بيطول يعني، وكذا مره افتكرت حتى دلوقتي يعني. انا واحد يعني بحب الكره، بس انا بحب الكره ممكن نلعب مع زميلي برضو، اكون يعني انا ممكن بره الكره يعني الدوري او كده ممكن اروح العب مع زميلي خميس او كده ومبسوط يعني. مش انا مش واحد يعني عايز امسك الكره وخلاص، حتى دلوقتي لو مش عاجبني حاجه او مش مبسوط بطل يعني عادي يعني. طب بطل عادي. تمام. انت احنا كنا بنتكلم على ابو تريكه، كنت بتقول اللي هو بالنسبه لك حبيبك في منتخب مصر، شايف افضل هدف ليك كان انهي هدف؟ مش الافضل بس اللي خلتني مبسوط اكتر، النهائي مع كاميرون تقريبا، اللي هو زيدان سونج. يعني الوقت ده كان يعني الجول ده خلتني انا فاكر اليوم ده، وخلتني احسن وفرح في العالم يعني. طب خلال بطولة كاس العرب حاليا واختيارات المدير الفني كروش للاعيبه طبعا خارج الاهلي والزمالك وعدم وجود اسم عبد الله ياسين، هل كنت زعلان ان انت مثلا ما تبقاش موجود الفتره دي، او كنت شايف ان انت ممكن تنضم للمنتخب في فتره بطوله العرب؟ مش موضوع زعل، ممكن انا قلت انا افتكرت مش بعيد قوي يعني، بس برضه هو اخد لعيب كتير كويسين ويعني كله ياخد فرصه، هما يعني في ناس كتير خد فرصه بيلعب مع شكل كويس وحاجه كويسه. انا شايف خدت لعيبه كتير من يعني بره اهلي والزمالك يعني حاجه بيخليك تشتغل اكتر عشان تاخد فرصه يعني. خلال 6 جولات الماضيه عايزين نعرف منك افضل هدف في الدوري المصري في 6 جولات. انا حبيت الجول بتاع مروان حمدي مع سموحه، هو اللي رقص 2 أو 3 لعيبه وجاب جول يعني. طبعا الجول بتاع خالد الهندور كان حلو برضه، بس انا بحب اكتر الجول يعني واحد بيروح مع الكوره وبيرقص وكده.
فالجول بتاع مروان حمدي كان حلو قوي. فاكر في هدف تاني كده مثلا شفته انت حتى في خلال السنوات الماضيه كده سقفت للاعيب قلت له يا ولد؟ الجول بتاع قفشه نهائي مع الزمالك تقريبا هي افريقيا هو الجول اللي جاب كده بره 18 فاكرني الجول بتاع زيدان نهائي تشامبيونز ليج مع ريال مدريد فاكر؟ مع ريال مدريد طبعا ليفركوزن مع ليفركوزن كان نفس ال يعني مش نفس الجول بس نفس الايموشن يعني اللي هو نهائي نهائي وجول كده يعني كان حلوه جدا صراحه. واحنا بنتكلم عن باريس سان جيرمان وجودك وتتدرب مع الفريق الاول كنا بنتكلم عن انشيلوتي ايه بقى ابرز المواقف اللي حصلت بينك وبين انشيلوتي او عموما مع الفريق كان ايه اللي بيحصل؟ الوقت ده مع انشيلوتي كان صراحه كان وقت حلو عشان هو في المعامل يعني كويس جدا وبيحترم كل اللعيبه الكبير والصغير وايام ده كنا كذا ناشئين يعني مش بيخليك انت بره وما يكلمش معاك وكده فكل اللي بيفتكر على انشيلوتي فكره حلوه يعني. طيب كان مين ابرز اللعيبه اللي في الفريق الاول في الوقت ده؟ كان ابراهيموفيتش وباستوري ايام باستوري وميناز وماتويدي كان جه لعيبه كويسه. طب ابراهيموفيتش بقى كان بيتعامل ازاي مع اللاعبين الشباب؟ هو كان شويه صعب مش صعب بس كان عنده هدف وعنده منتاليتي فلازم تخش معاه يعني مش كان واحد عايز يكسب كله تمرين وكله ماتشات وكله تقسيمه فكان لازم انت تخلي باله منه يعني. طب مين من اللعيبه الكبار اللي انت اتكلمت على اساميهم دلوقتي كان ممكن بيتعامل مع اللعيبه الشباب او بيتكلم معاكوا او اللي هو يديكوا دوافع او حماس لحاجه يعني كان في حد بيحصل؟ ايوه زمان كان في مش عارف مامادو ساكو عارفه؟ تمام ساكو وماتويدي وفرنساويين اكتر يعني انا فاكر كان لسه رابيو طالع وكان بيعمل معاه كويس وكان في وارو فيروت كده مهاجم كده كان برضه فرنساوي ويعني فرنساوي اكتر من اكتر الفرنساويين يعني. تمام انت كان معاك رابيو وكان معاك مين بقى من الشباب بقى لا الوقت ده كنا كتير وكان في لعب يعني كويس جدا كان في رابيو وكومان بتاع البايرن كان حرس مثلا مايك مينيان واريولا وكيبامبي. بحكم بقى ان انت قريب من رابيو مش هتجيبه لنا المقاولين السنه الجايه؟ اجرب اقول له لو مش مرتاح في اوروبا ويوفنتوس تعالى معانا المقاولين ممكن نشوف بس هيقدر على الدوري المصري انت عارف لا عشان انا اجيب مين؟ اجيب كيبامبي هيبقى مبسوط هنا اشمعنى؟ عشان بيحب الضرب وبيحب المواقف بين اللعيبه وكده يعني هيكون مبسوط هنا هكلمه. في موسم 2011 كنت موجود مع منتخب فرنسا منتخب تحت 17 سنه كان مين ابرز اللعيبه اللي موجوده معاك؟ الايام ده كان في مثلا زوما لابورت بنجامين مندي هالر اللي بيلعب في الاياكس تمام الفرود وبنزيا برضه وهم المعروفين دلوقتي يعني شويه. طب كان ابرز المواقف ما بينك وبينهم بقى كانت ايه؟ احنا كنا شباب يعني مبسوطين في الفندق وبنخرج في مكسيكو ويعني ريمبر يعني ميموريز حلوه يعني كده. طيب انت كنت شايف في الوقت ده اللعيبه دي هتبقى فيما بعد زي دلوقتي كده اللي هم يكونوا في التوب؟ بصراحه في الوقت ده مش تعرف تقول مين هيروح في التوب يعني انت في اصابات وفي في حاجات كتير في بس بقى ظاهر كده ان في مثلا لعيب ممكن تحس اللي هو في وقت ما هيبقى حاجه كويسه لو استمر مثلا على مستواه او حاجه هل انت كنت شايف حد ممكن فيهم زي دلوقتي؟ ممكن انا اكبر واحد بس الحمد لله انا مبسوط دلوقتي بس كنت تتمنى تلعب في نادي ايه؟ انا كنت عايز العب في ريال مدريد والوقت ده كانت ماشيه كويسه معايا يعني الكوره وكله كان ماشيه كويسه ومكتوب بعد كده يعني الاصابه اللي حصلت هي السبب؟ اصابه وممكن انا في دماغي كان كنت شويه صغير الوقت ما ينفعش فكله كله ريسك يعني. دلوقتي طبعا بعد كرة دوري ابطال اوروبا دلوقتي باريس سان جيرمان هيلاعب ريال مدريد في دور 16 هتشجع مين؟ هشجع ريال مدريد انا بحب ريال مدريد من صغير وحتى لو حبيب باريس ريال مدريد يعني افضل حاجه بالنسبه لي يعني. مش شايف الماتش يعني خلاص ريال مدريد هيصعد على حساب باريس؟ يعني لو باريس يصعد انا مش زعلان بس لو اختار واحد اقول ان شاء الله ريال مدريد. دلوقتي طبعا امبابي طبعا في باريس وموجود دلوقتي ميسي
موجود كريم ديماريا نيمار ونيمار. شايف ان مبابي ده محتاج اللي هو يروح ريال مدريد؟ انا عارف هو عايز يروح ريال مدريد. انا هو واحد عايز يروح ريال مدريد من هو صغير يعني. وانا حسيت هو عمل لي عليه في باريس خلاص يعني لازم يشوف حاجه تاني. انا شايف لو ما يقدرش اللي هو في باريس هيعمل اكتر من كده. انا شايف خلاص الموضوع عادي بالنسبه له والدنيا ماشيه وبيجيب جول وكده، بس ريال مدريد بيستنوا يعني. تخيل نادي زي ريال مدريد بيستناك. فانا شايف هو عايز يروح ومدريد يروح، فاكيد هيروح يعني هيروح يعني. طب وانت شايف مثلا لباريس في كل حاجه متوفره يعني مثلا نعم مش بطولات زي ريال مدريد بس هم يقدروا اللي هو الفتره الجايه بوجود اللعيبه والتدعيمات اللي هم يقدروا يجيبوا بطولات، هل شايف اللي هو يسيب باريس عشان يروح ريال مدريد ده برضو بس خلي بالك ولا بتبقى العقليه ازاي؟ من 10 سنين بيقول اللي عايز يجيب الشامبيونز وكده، بس صعبه ما اعرفش يجيب حتى دلوقتي. ومدريد في نفس الوقت بيجيب يعني جاب 5 ولا 4. فانا شايف الانديه يعني هي ريال مدريد اكبر نادي، ف اسهل يعني اقرب واحد ياخد الشامبيونز ريال مدريد دلوقتي يعني. لسه انا شايف كده يعني. نورتنا وشرفتنا يا كابتن، وكنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا النهارده. ربنا يوفقك يعني. كان حوار يعني اخذت بليجر كتير.